نبدا اول إشي حطيت زيت نباتي، رح ننزل عليه لحمه العجل اللي مقطعه على شرحات رفيعه، اوكي؟ ورح اضيف عليها بهاي المرحله قبل اي شيء فلفل اسود بس، بعدين بنضيف باقي البهارات. هون في عندي شويه اعشاب انا كاتبه وشويه كمان بابريكا مدخنه. واي اعشاب مكسيكيه انتم متعودين انكم تستخدموها تقدروا انكم تضيفوها اكيد. ما بدي كثير اطغى بالنكهات، يعني ما بدي اكثر بهارات لانه انا بدي اخذ هلا النكهات من الجبنه، من الفطر، من الاشياء الثانيه رح ننزلها. هلا اللحمه رح نضيف لها البهارات المكسيكيه. كنت ضايفه انا الاعشاب، كنت ضايفه كمان البابريكا المدخنه، هي جبت البهارات المكسيكيه حطيناهم. شوفوا هلا شو بدي انزل. هلا الستيك صوص رح يعطيها نكهه كثير مميزه، كل سندويشات الستيك او الاشياء اللي فيها ستيك بحط لها الستيك صوص من هلو. رح احط ما يقارب، هون عندي الكميه طبعا اقل، فرح احط بس هالقد كفايه. بدي اياها تتنكه اللحمه بهاي الصلصه قبل ما نضيف باقي المقادير. انا رح اضيف فلفل ملون، وهون البصله اللي كنت مقليتها وشايلتها ما بدي انزلها مع اللحمه لانه هون اللحمه عندي رح تستوي كثير بسرعه، لحمه عجل وكثير يعني القطعيه ممتازه عندي. رح انزل عليها البصله المقلية قبل، يعني قليتها وشلتها، ورح أنزل الفلفل الملون. وهلأ عشان نعطيها طعمة الفيلادلفيا ستيك ساندويتش نضيف المكون الأساسي اللي هو يا أستاذ الفطر. أوكي. فالهاي الكسدية تختلف عن الكسدية المتعارف عليها لأنه فيها طبعاً فطر، هي عادة ما فيها فطر المكسيكية، فأنا يعني زي كني دامجة وصفتين مع بعض. أولاً هاي لازم تتبرد، فأنا هون عندي مبرد، تمام؟ أوكي. تاني إشي بدنا نحط أول إشي طبقة من الأجبان في أسفل الخبزة. الله. هلأ حطينا طبقة الجبنة تحت، اتفقنا؟ هلأ بناخد حشوة الستيك المبردة هاي ومنحطها هون. هلأ الأجبان اللي أنا مستخدمتها، مستخدمة المونتري جاك ومستخدمة التشيدر، بس هو برضه في بروفولون تشيز كتير بتطلع طيبة معهم، في أنواع أجبان تانية سويس تشيز مع الفيلادلفيا ساندويتش، ولكن أنا هون للسهولة استخدمت هدول النوعيتين. هلأ منحاول نقرب على الأطراف بس برضه مش كتير حتى ما تطلع معانا وإحنا عم نطبقها. تمام. بدي أرجع أحط طبقة تانية من الأجبان. كريمة كرم بالجبن. عشان يعني عشان أكون ضامنة إنه الكوليسترول عندك اليوم يرتفع. أوكي. فإحنا هلأ هيك شايفين كيف حطينا. سندويشة زي هاي أنا موافق. أنا موافق وأنا موافقة. طيب فإذا إحنا عم استخدمنا الأجبان كأنها غرة. أوكي. ماشي. أوكي. حطينا الجبنة من تحت. وحطينا اللحمة بالنص وحطينا الجبنة من فوق. عندك مخلل الهالبينو الحار كتير بيعطي نكهة طيبة في هاي الساندويتش. ورح أحط كمان شوية بصل أخضر، بس أنا هدول ما بعرضهم للحرارة، يعني بحطهم على البارد. أوكي. شايفين كيف؟ هلأ منحط البصل الأخضر. تقدروا تحطوا يعني خلاص يا مخلل فلفل حار يا فلفل حار مفروم إذا ما عندكم إياه بزبط. هلأ شوف شو بدي أعمل. بدي أكبسها وبدي اكبسها كثير منيح، وراح اعطيكم كمان سر، بس هو انا هلا مش راح اقدر اطبقه لانه ما عندي وقت. أوكي. انا بعد ما اعملهم بحطهم بالثلاجه وبعدين بشويهم. أوكي. عشان يتماسكوا بالجبنه كثير منيح ويصيروا متماسكين ما يفرطوا. هلا يعني بجوز تفك معنا شوي بس مش مشكله. هلا راح ننزل الخبزه. نحتاج لنص كيلو لحمه عجل مقطعه على شرحات، نحتاج بهارات مكسيكيه، بدنا زعتر وبابريكا مدخنه بالاضافه لبصله مفرومه، وبدنا فلفل ملون وفلفل حار. كمان بنحتاج لفطر، هلا رح اقول لكم ليش الفطر، وعاده بالكسديه ما في فطر. رح نحط كمان صلصه الستيك من هلو بالاضافه لجبنه التشيدر المبشوره وجبنه المونتري جاك وخبز التورتيا والصلصات الجانبيه للتقديم مثل الساور كريم والجواكامولي.